حالا في هذا الفيديو غادي نشوفوا خبر جديد صار بتصريح من الحكومة. هذا الخبر هذا يخص جميع المغاربة، وجميع المغاربة إن شاء الله غادي يستفدوا ابتداء من سنة 2022. الحكومة هي ملتزمة بأنه في هذه السنة ديال 2022 أنه إن شاء الله تنزلوا الميدان. كتعرفوا بأنه تقريبا كاين 11 مليون ديال المواطنين اللي هما اليوم عندهم هاد لاسيونس ديال ليمو، ولكن الآخرين اللي هما حرفيين أو للناس اللي فغاميدة ولا الناس اللي ما عندهمش، هادو غادي يجيو إن شاء الله يعني في إطار حوارات ونقاشات باش ندخلوهم إن شاء الله ليمو. وقد وضع تصنيف لمختلف الحرف حتى يتمكن الحرفيون من الاستفادة من التغطية الصحية. وهذا المشروع ابتداء من الآن مع الوزارات اللي هما يعني ولي ديباطمون اللي هما معنيين غادي نشتغلوا باش يكون واحد يعني الكونفيرجونس باش نحاولوا نمشيو بسرعة باش في بداية 2022 إن شاء الله نبداو شهر على شهر نشوفوا يعني هذيك لاباس كتطلع، وهالشي غادي يخلي أن المواطن تكون عنده حماية اجتماعية. هذه الحماية الاجتماعية ذات أبعاد متعددة، والبداية ستكون بتمكين كل فئات المواطنين من التغطية الصحية.